الله يشهد لي ومحمد صلى الله عليه وآله يشهد لي وعلي أمير المؤمنين عليه السلام يشهد لي وفاطمة الزهراء عليه السلام تشهد لي والحسن عليه السلام يشهد لي والحسين عليه السلام يشهد لي وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن ومحمد عليهم السلام يشهدون لي بمئات الرؤى التي رآها المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما. قبل أن أعرف الدعوة، دعوة إيماني على محمد السيد أحمد الحسن عليه السلام، في ليلة من الليالي رأيت رؤيا في عالم الملكوت، وإذا بالإمام المهدي سلام الله عليه واقف والأمريكان محاط به. فقلت هذا الإمام المهدي في نفسي وأخاف عليه أن يقتلون الأمريكان، فقدمت إليه قلت السلام عليك يا سيدي ومولاي الإمام المهدي. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قلت مولاي مقاتل الأمريكان؟ قال بلى مقاتل الأمريكان. فعندما افتر انشق الجيش نصفين ومشيت وراء قمت أسئلة بعض الأسئلة ويجاوبني سلام الله عليه، حتى وصلنا إلى مفترق الطريق، ثم ذهب. فدخلت إلى مكان ووجدت الإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام، فقلت في نفسي ذلك إمام مهدي وهذا إمام مهدي، وكيف هذا وشلون يصير هاي إنه إمامين موجودين؟ فقال لي الإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام، قال اقدم إلي وأجلس. فسلمت عليه وجلست معه. عندما جلست من المنام فقلت إن هذا الإمام المهدي الأول أسمر والإمام الثاني أبيض، سبحان الله، أيوجد هذا إمامين؟ فبعض عندما مر وقت من الزمن فظهرت دعوة يمان علي محمد وصف رسول الإمام المهدي، وهو المهدي الأول الذي مذكور في الوصية، فانحلت هذه التعارضات عندي في الرؤيا، والحمد لله رب العالمين. عندما تعرفت إلى الدعوة اليمانية ذهبت إلى الحسينية ذات يوم، فدخلت الحسينية فوجدت بعض الأنصار جالسين يتكلمون، وكان السيد سلام الله عليه جالس فيما بينهم وأنا لا أعرفه. وعندما نظرت إليه قلت سبحان الله، هذا الرجل مو طبيعي، من الله سبحانه عز وجل، وقلبي يحدثني. وإذا بصوت أتى في آذاني حسب ما عرفت أنه يسمونه النقر، قال إذا كان هذا هو الإمام المهدي ما هو رأيك؟ هذا الإمام الأسمى. فقلت الذي تحدث لي لم أعرفك، مليك أو روحي أو نفسي؟ قلت إن كان أسمر وإن كان أبيض هذا لا يهمني، وإنما يهمني نوره، فإنه نوره من نور الله. فعندما خرج سلام الله عليه تمسكت بيده وقلت له من حيث لا أشعر، قلت له سيد مشي عليك الحسين، ادعي لي أن الله يوفقني. فنظر إلي نظرة سلام الله عليه وقال لي الله يوفقك، والحمد لله توفقت للدعوة اليمانية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما. سلاما لأحمد طول المدى، سلام.